السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون بخير. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل مراجعه جديده لرسيفر جديد من الرسيفرات الموجوده معانا من شركه فيو بلس، والجهاز اللي هنعمل له مراجعه النهارده هو الفيو بلس زيرو 4K. بس لو بتشوفني لاول مره، فانا احمد مراجع اجهزه الكترونيه، يشرفني انك تشترك عندي في القناه وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من عندي، واهلا بيك في القناه بتاعتك. ويلا بينا بقى نبدا المراجعه مع بعض. وزي ما قلت لكم يا شباب في المقدمه، ان احنا النهارده هنعمل مراجعه لرسيفر جديد من الرسيفرات اللي انتجتها شركه فيو بلس مؤخرا، والرسيفر الموجود معانا النهارده هو رسيفر الفيو بلس زيرو 4K اللي بيشتغل بالدقه 4K على 60 اطار في الثانيه، والداعم لتقنيه ال HDR10. والجهاز لو احنا اتكلمنا على التصميم الخارجي اللي جاي فيه، فالمعهود عن شركه فيو بلس في تصميماتها، فتصميماتها ممتازه جدا وشكلها خرافه بصراحه. يعني انت لو بصيت للرسيفر بتاعنا هتلاقي ان الرسيفر نصه معمول من البلاستيك اللامع، والنص التاني معمول من البلاستيك الغير لامع، وحجم الرسيفر صغير جدا، ولكن بصراحة الجهاز ده جبار جدا 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 عشان هو من أجهزة الإنيجما. ولو هنتكلم بقى على المواصفات والإمكانيات اللي جاي بيها الجهاز بتاعنا النهاردة، فالجهاز جاي بمعالج من النوع ARM الفيرجن السابع أو الإصدار السابع بسرعة 1.5 جيجا هرتز، وجاي برامات 2 جيجا من النوع DDR4، وجاي بذاكرة داخلية 4 جيجا. وطبعا اللي بيميز الرسيفر بتاعنا النهاردة التيونر الحساس القوي جدا اللي جاي من شركه فيو بلس، والتيونر بتاعنا طبعا جاي بتقنيه ال DVB-S2X الداعمه للمالتي ستريم. وطبعا خاصيه المالتي ستريم هي خاصيه او نوع من انواع البث الارضي باستخدام القمر الصناعي، بمعنى اصح ان في دوله بتبقى مساحتها كبيره وعندها باقه قنوات ارضيه، ولكن هي بتبثها في جزء معين منها والجزء الثاني بعيد شويه، الترددات او نظام البث ما بيوصلش للمكان ده، فبيستخدم القمر الصناعي في بث القنوات الارضيه دي للاماكن البعيده. وانت باستخدامك للرسيفر في تيونر مالتي ستريم تقدر تستقبل الباقه الارضيه دي على الرسيفر بتاعك من خلال القمر اللي انت موجه عليه. وطبعا الباقه الاشهر بتاعتنا اللي بتشتغل بنظام المالتي ستريم هي باقه القنوات الارضيه الاسبانيه، واللي بيتم بثها على قمر الهسباسات 30 غرب. ده غير ان الجهاز بتاعنا النهارده فيه امكانيه البي في ار، او ان انت تسجل وتعرض من على الجهاز بالدقه اللي بيعرضها الجهاز، دقه ال 4K على 60 اطار في الثانيه، وتقدر تعمل الخاصيه دي من خلال كيت او بي في ار كيت خاص بشركه فيو بلس بتشتريه منفصل. وطبعا من خلال الكيت المنفصل او البي في ار كيت اللي انت بتجيبه وتوصله بالجهاز بتاعك من خلال سوكت موجود في قاعده الجهاز من تحت، فبالتالي انت تقدر تسجل كل مسلسلاتك وافلامك وكل اللي انت تحبه بالدقه اللي انت هتسجلها، هي نفس الدقه اللي انت هتعرض بيها. طبعا بخصوص الرسيفر الموجود معانا النهارده الفيو بلس زيرو 4K، احب افكرك ان احنا عملنا مراجعات لرسيفرات ثانيه زي الترومان توب بوكس، وطبعا الرسيفر ده بيشتغل برده بنظام الانيجما ولكن ليس بقوه الفيو بلس والدريم بوكس. هسيب لك برده المراجعه بتاعته في الوصف تحت الفيديو بحيث ان انت ممكن تطلع عليها. وبرده عملنا مراجعه للايكون ايرون برو 4K، هسيب لك برده المراجعه بتاعته تحت في الوصف، بحيث ان انت لو حابب تجيب ايكون ايرون برو فالمراجعه موجوده برده تحت في الوصف. وبرده عملت مراجعه ثانيه للهايبر تي 500 الجديد ال 4K، مراجعته برده هسيبها لك في الوصف لو حابب ان انت تشتري برده الهايبر تي 500. ولو هنتكلم بقى على اهم حاجه في الفيديو معانا النهارده، وهي مداخل ومخارج وصلات الرسيفر، فالجهاز بتاعنا او الرسيفر بتاعنا جاي بمخرج HDMI من النوع 2.0 الداعم للدقه 4K على 60 اطار في الثانيه، وجاي طبعا بمدخل سمارت كارد زي ما انت شايف في الصوره، بحيث ان انت ممكن تعمل بيه اشتراكات شرعيه، ولكن احنا مش هنعتمد على الموضوع ده، احنا هنعتمد دايما في القصه دي على الشيرنج والاي بي تي في اللي بيدعمهم الرسيفر بتاعنا. جاي برده بمدخل كاما، تجيب كاما والكاما دي بيدخل فيها كارت برده للاشتراكات الشرعيه، وجاي طبعا بتيونر حساس بتقنيه المالتي ستريم من النوع DVB-S2X، وفي برده جاي بوصله اي ار اضافيه، في طبعا فتحه صوت ضوئي او اوبتيكال، وفي فتحه ايثرنت 10 على 100، وفي واحد يو اس بي جين 2، وفي طبعا سويتش للاون والاوف بتاع الجهاز، وفتحه الدي سي باور او اللي انت بتدي له منها الطاقه. ولو اتكلمنا برضو على المكونات اللي بتجي لك في الكرتونه بتاعت الجهاز، فالجهاز الكرتونه بتاعته فيها الريسيفر
والريموت، وصله الاي ار الاضافيه، وصله اتش دي ام اي من النوع 2.0 السريعه، واحد ادابتور للطاقه او للباور الخاصه بالجهاز. ولو هنتكلم بقى على السوفت وير اللي جاي في الجهاز، فالسوفت وير اللي جاي في الجهاز هو من نوع لينكس او بسوفت وير لينكس، والمتمثل في سوفت وير الانجما. والنسخه اللي جايه على الجهاز بتاعنا الفيو بلس 04K هي نسخه البلاك هول، والنسخه دي طبعا هي النسخه الشرعيه لاجهزه الفيو بلس. وفي نفس الوقت النسخه دي بتقبل التحديث اونلاين، يعني انت تقدر تحدثها طول ما انت موصل كابل الانترنت بالجهاز او موصل واي فاي، فانت تقدر تعمل اونلاين ابجريد للنسخة مفيش أي مشكلة. وطبعا بخصوص الإنجما الموجودة على الجهاز أو بالأخص البلاك هول إنجما، فالجهاز ده داعم لكذا حاجة في فك الشفرات، داعم لنظام الشيرينج، داعم لنظام الاي بي تي في، مفيش أي مشكلة تقدر تشتغل عليه شيرينج وتقدر تشتغل عليه بالاي بي تي في، تقدر تعمل سوفت كام بعيد عن الشيرينج، يعني تقدر تعمل له ملف تشفير وتحطه بالكمبيوتر في قلب الجهاز وتفتح قنوات مشفرة من غير ما يكون عندك انترنت. بس انا مش بميل لموضوع السوفت كام ده، لان انت لو حبيت تشترك في الشيرينج بعد كده بيحصل تعارض ما بين ملفات السوفت كام وملفات الشيرينج، فممكن يحصل ان الجهاز في اثناء فك الشفرات يحصل له لخبطة او مشكلة، فتروح القناة اللي انت فاتحها تروح فاصلة منك، فيفضل ان انت تشتغل بسوفت كام يا تشتغل بشيرينج، وانا اميل لناحية الشيرينج. ده غير ان الجهاز ده في الاي بي تي في ممتاز جدا جدا وقوي جدا جدا وثابت جدا جدا، واوقات الضغط وبالاخص في ماتشات الكوره بيفضل معاك زي الصاروخ مفيش اي مشكله، يعني ولا يقطع ولا يعمل اي حاجه من اللي انت متخيلها. ده غير طبعا ان الريسيفر بتاعنا ده عنده مقدره في فك الشفرات وبالاخص من قنوات الفيدات، لو انت عندك طبق كبير، يعني لو عندك طبق 1.80 متر او اكبر من كده، فانت تقدر تستقبل فيدات وتتفرج عليها بالريسيفر ده حتى لو الترددات ضعيفة، بفضل وجود التيونر الحساس القوي اللي جاي من شركة فيو بلس الداعم لخاصية المالتي ستريم وبتقنية الدي في بي اس 2 اكس. ده غير ان الجهاز بتاعنا يقدر يشتغل على اي نوع دايزج، يعني يشتغل على الدايزج ال 1.0 وال 1.2 وال 2.0 الاخير، وبرضه ممكن يشتغل على الموتور دايزج او الدايزج موتور، وفي نفس الوقت برضه تشغله على اي طبق يعجبك سواء طبق ثابت او طبق متحرك ومفيش اي مشكله. الريموت كنترول، الريموت كنترول اللي جاي في الجهاز او بالتحديد اللي جاي مع الجهاز ده الفيرجن الجديد من الفيو بلس 0 هو الريموت الجديد المطور من شركه فيو بلس. بصراحه ريموت قوي جدا وحساس جدا ونضيف قوي 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 في خاماته. ده غير طبعا ان الجهاز كخامات ممتاز قوي قوي قوي. ليه؟ لان اولا الجهاز صناعه كوريه 100%، ولكن يعيب الجهاز ده حاجة واحدة صغيرة، هو سعر الجهاز. فالجهاز سعره بيتراوح ما بين 4800 جنيه ل 5200 جنيه مصري، وطبعا السعر ده كبير على رسيفر، ولكن هنقول ان الفيو بلس زيرو هو بداية الرسيفرات النظيفة اللي انت ممكن تتعامل معاها من شركة فيو بلس، لان في رسيفرات تانية من شركة فيو بلس ثمنها اعلى من كده، وفي نفس الوقت في رسيفرات تانية من شركة دريم بوكس ثمنها اعلى من كده، ممكن ثمنها يوصل لسعر شاشة. بس لو انت بقى حابب ان احنا نراجع اي جهاز من الاجهزة بتاعت فيو بلس او الدريم بوكس الغالية، احب اشوف رأيك في الكومنتات. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، فياريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو. لو انت مش مشترك عندي في القناة يشرفني انك تشترك عندي في القناة وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من عندي. ولو حابب تسأل في اي حاجة او تستفسر عن اي حاجة، فهسيب لك كل لينكات السوشيال ميديا بتاعتي تحت في الوصف، بحيث ان انت تتواصل معايا وتسألني في اللي يعجبك، وان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.